حلوة العشر دقائق، دوازتي بدون زبدة ولا طابع، بنكهة خاصة ومختلفة، جد اقتصادية وجديها في دقائق. هشيشة كتذوب في الفم دوبان، عمرها ما زالت تخطاك. لهذا سيدتي تبعي معي على فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. والله يسهل عليكم، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارتاج علاش لا باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا للقناه ويعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله المكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. واول حاجه كنحتاج هنايا لواحد الفول او واحد الاناء اللي كنزجوا فيه المكونات. كنحتاج هنايا لجوج حبات من البيض، كيف ما كتشاهدوا معايا يكون الحجم ديالهم لا باس به. وثم كنحتاج هنايا كاس الا ربع من السكر الخشن اي سنيده، وبالغرام كنحتاج 80 غرام من السكر الخشن. ومن الاحسن تكون داك السنيده تكون رقيقه، حتى كانت عندنا غليظه ما فيها بس نغربلوها. عندي هنايا واحد الشاصيه ديال نكهه الزهر، من الاحسن ديروا هاد الشاصيه ديال نكهه الزهر، اللي ما عندوش غادي يدير قشور الحامض او البرتقال، ولكن نكهه الزهر كتعطيها واحد المذاق خاص جدا. عندي كذلك هنايا كاس الى ربع من زيت النباتيه، يعني بالملي كنحتاجو تقريبا واحد 150 سنتيلتر ديال الزيت، كاس الا ربع. كذلك عندي هنايا واحد شاصيه ديال الفلون من فئه 5 غرام، اللي كتزيدها واحد الهشاشه وواحد اللذه، وكتعطيها كذلك واحد اللون رائع جدا. اللي لا توفرت عندكم ما فيها بس فلون ديال درهم. كذلك كنحتاج هنايا لواحد كاس مملوء جيدا من النشا، اي دقيق الذره. عندي كذلك هنايا خماره ونصف من فئه 8 غرام، كنديروا ديال 8 غرام كلها، وديال والثانيه كنديروا غير 4 غرام فقط، اي في المجموع 12 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، خماره ونصف. كنمزج الكل جيدا بالفوي اليدوي او نخدمه غير بيدينا حتى كيتمزجوا لينا المكونات كلهما. عندي هنايا بالنسبه للدقيق كنبقاو نضيفوه غير بالتدريج. الكميه اللي كفاتني هنايا ديال الدقيق تقريبا ما بين 350 غرام او 250 غرام، على حسب الحجم ديال الحبه ديال البيض اللي خدمتو بها، وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق، لان الدقيق راه كنعرفوا فيه انواع، يعني كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، بدون ذكر اسماء ديال النوعيات ديال الدقيق. نتوما راه غتعرفوا الدقيق اللي كتخدموا به. وعلى العموم ما نديروش الدقيق دفعه واحده، كنبقاو نضيفوه غير بالتدريج، وحنا كنلمو وكنجمعوا هذا العجين. بالنسبه للنشا، النشا كنعوضوه بالزبده، لهذا هاد الحلوه ديالنا او دوازتي ما فيهش الزبده نهائيا، باش ميجينا فتي وهشيش كنعوضوه بداك كاس ديال النشا، اي تقريبا واحد 80 غرام ديال النشا، حيت النشا كيكون خف من الدقيق. 80 غرام راه كتعطينا كاس مملوء جيدا من النشا. كنبقى نضيف الدقيق غير بالتدريج حتى كنحصل على هذا القوام، هذا تيكون لين شيئا ما، باش منين نجيو نشكلوها ما تفتتش وما تشققش لينا ما بين يدينا، كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. ونتمنى الشرح يكون واضح وكذلك الصوره تكون واضحه. كناخذوا هذه الحليوه ديالنا وانتم شكلوها بالشكل اللي بغيتوا، ولكن هذا الشكل، هذا الشكل العادي الدائري، كتجي رائعه جدا وسهله كذلك في التحضير، ما كتاخذش منا وقت بزاف في التشكيل ديالها. وكذلك المكونات والمقادير ان شاء الله يكونوا متوفرين في كل بيت، رغم البساطه ديال المكونات ديالها كتجي رائعه جدا. كنشكلوا الكويرات على حسب الحجم اللي بغيتوا، ولكن هذا الحجم هذا اللي موضح قدامكم في الصوره راه مازال كيتضاعف الحجم ديالها. كإما نفرشوا البابي كويسو، إما ندهنوا باللاطه ديالنا بواحد المسحه خفيفه من الزيت، هي راه ما كتلصقش لينا، غير ناخذوا الاحتياط ديالنا. نحطها في اللاطه وكنبعد بيناتهم واحد شويش، كيف ما كتشاهدوا معايا درت الفران. اثناء مني بديت كنشكلها كندير الفران ديالي سخون على درجه حراره 180، ضروري الفران يكون سخون مزيان مزيان. ومجرد ما كندخلها للفران كنقص تقريبا الادنى درجه، يعني كنقص الادنى درجه عندي في الفران، بحال اللي غادي تقريبا بحال اللي غنطفيوه
بهاد العباره هذه بحال اللي غنقربوا نطفيو الفران ديالنا عاد كنوضعوا اللاطه وكطيب في الاول غير من الوجه ديالها بحال اللي كنطيبوا غريبه البهله كطيب غير من الوجه ديالها حتى كتبدا تاخذ لينا واحد اللون وكذلك كتبدا بحال اللي غادي تشقق لينا هي ما كتشققش كلها غير كتاخذ لينا واحد اللون وكتبدا تشقق لينا واحد شويه عاد كنطلعوها للفوق باش كطيب لينا من الاسفل. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار انا درت هنايا حبات ديال اللوز ممكن ديروا اللوز او الفول السوداني او ممكن ديروا حتى البيب شوكولا اللي موجود عندكم او تخليوها كما هي لكنتو غتخليوها كما هي بلا لوز بلا فول سوداني كتفندوها في يعني ماشي كلها كتقيسوا غير الوجه ديالها ملي كنشكلوها كنديروا فوق منها السكر سنيده اي سكر الخشن لكم نتوما الاختيار في الطريقه ديال التزيين وعلى حسب الموجود والمتوفر عندكم. فهاد الاثناء هذه ملي كنكمل التشكيل ديالها او التزيين ديالها غادي نوضع اللاطه ديالي في الفران كيف ما سبق ليا وقلت لكم الفران ديالي راه سخون مزيان مزيان كطيب غير من الوجه. من بعد ملي كطيب لينا من الوجه تقريبا غير ميم با واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق كنطلعها عاود الفوق كنخليها واحد 3 ديال الدقائق او 4 ديال الدقائق وها هي واجده. في المجمل ديال المجموع عفوا ديال الطياب ديالها ما كياخذش منها تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه كتكون واجده على هذا الشكل. هذا كتجينا مذهبه ومشققه بداك الاضافه اللي ضفنا ديال الفلون كيعطيها واحد اللون رائع جدا كانها مخدومه بالدقيق الفينو او سبيسيال كتجي من اروع ما يكون وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم ذوبان. صدقيني سيداتي غتجربي هاد الدوازاتي رغم البساطه ديالو ما تخيليش لذته والهشاشه ديالو كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره راها معبره. نتمنى تجربيها سيداتي وتردي عليا الخبر في التعاليق كتجي من اروع ما يكون. دوازاتي ساهل وبسيط وفي متناول الجميع. شكرا لكم متابعه وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج ومن التعاليق ديالكم البنائين ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد وشكرا لكم والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه الصويريه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها عادي بحال جميع الحلويات كنديروها في واحد بواطه محكمه الاغلاق كتبقى لينا اطول مده ممكنه كما هي يعني كتبقى فتيه وهشيشه ما كتيبش نهائيا لانها ما فيهاش الزبده غير النشا كيف ما كنعرفوا على النشا كيخلي لنا الحلوه ديالنا كتبقى هشيشه شحال ما بقات. وعلى العموم هذه راه ما غاديش تبقى لكم حتى يومين ثلاث ايام غادي تسالي كتجي لذيذه بزاف بزاف وبنكهه خاصه ومختلفه وجد اقتصاديه وحضريها في دقائق عمرها مازال تخطاك. وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله.